مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم راح يكون رياكشن عن الاطفال اللي بيعملوا مكياج. طبعا انتم بتشوفوا الاطفال في الانستغرام وكمان في اليوتيوب بيعملوا توتوريال ميك اب، يعني بيعملوا تعليم للمكياج للاطفال اللي زيهم، فهذول الاطفال اكيد راح يكونوا مبدعين. علشان كده خلونا نشوف الكياتة وهم بيحطوا المكياج. إذا كان هذا الفيديو أول فيديو بتشوفوه لي، لا تنسوا تضغطوا على زر اشتراك سبسكرايب الأحمر اللي تحت، وكمان تفعلوا الجرس اللي صغيرونه علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. لا تنسوا كمان تعمل هذا الفيديو لايك وتشاركوا مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نبدأ. يا ربي والكياتة. أدوات المكياج لحالها صعبة عشان نحفظها. وهذا اسم الله. حطت رموش. يا رب شوفوا كيف ماسكة الفرشة ولا ايش اللي في ايدها هذا. كيوت. عمرها هذه يمكن 3 سنوات. لا لا كياتة تقتل هذه. ما شاء الله عليها. مسكة الفرشاة لحالها تموت من الكياتة. أكلت الروج. على فكرة أنا ما أعرف أحط الآي لاينر كويس، ما أحطه أصلاً. ما شاء الله عليها، إيدها ثابتة، رغم إنه يعني صغيرة بس إيدها ما شاء الله ولا غلطة. لو أنا راح أرسم تعرجات خط متعرج. ما شاء الله عليها مضبوط. ملاحظين يحطوا المكياج الروج كده بس يطبق معاهم، كيف ما ادري. تعمل كونتور من الفدوه. يا عمري أنا. لا هذه باين ما شاء الله خبرة. شوفوا كيف مسكت الفرشاة وقامت تفرش ولا توزع الكونتور بشكل صح. هذا عمل المكياج كثير ثقيل. يمكن أنا شايفته ثقيل لأنه في أيلاينر وكذا. شوفوا كيف، شوفوا الأناقة هو ماسكين الفرشاة. يا ويل حالي. هذا ولد، حتى أنت خربوك. اوكي شكله بيعمل مكياج كذا، مش انه مكياج حقيقي كذا، يعني انه مكياج تبع الهالوين هذا الشيء. ابداعي. ايش دخل الاذن في الموضوع؟ هلا
صار بنت. تعرفوا انه انا ما اعرف احط الاي شادو كويس. سوري مش الاي شادو. دايما بخرب الالوان. لان هذه هي نفسها اللي جت قبل شوي. لا ثانيه صح. ثانيه برضه في الاي لاينر شطار. هذه الحركة حلوة، بتعمل جو حلو في الوجه لما بترسم وتحط وجهها شفاف. اوكي بس هذه ما سويتها كثير لو بروفيشنال. يلا تطلع ربي اوكي انت. كيف حتى الكونتور ما شاء الله عليها. شكلي راح اخذ دور عندهم. مبدعين كذا شطورين، خاصة عند هذه البنوتة الطفلة. بيرفكتو. انا كذا يعني انا اقنعوني انه هذول الاطفال بيعرفوا في الماركات تبع الروج ولا تبع المكياج ككل. لا المطاوي لحاله. لا لا هذه رايحة العرس ولا ايش؟ لأن معقولة هذول أطفال والله يسووا مكياج أحسن مني. مين بعد ما تصلح المكياج بتشوف نفسها في المراية بتبتسم؟ بس هذا الطفلة انت حدك سنتين مش تبع مكياج. كتكوتة شو تسوي هذي؟ شكرا ما شاء الله عليها. عسل عسل. هذول اللي يقولون عليهم كيكات. هذه الكيكة فرحانة تحط مكياج خلاص مبسوطة. كتكوتة كتكوتة يا ناس كتكوتة. لا ايش هذا؟ كونتور من نوع آخر. لا لا مو كذا كونتور. لا خربت وجهها. بس حبيت انه هم هذول الأطفال كيف متعلمين المكياج، كيف معلمينهم، كيف كذا لقط السنة عرفوا كيف يسووا مكياج.
لا افق هذه كلها عارفين بالادوات، بتدلع بترفع الاداه وبتنزلها. حلو حلو. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا مع الاطفال الفصعين وهو بيسوي المكياج بطريقة كده كياتة، فيها كمية كياتة مو طبيعية. وبس والله وصلنا لنهاية الفيديو، كمان الفيديو لحد هنا وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.